السلام عليكم. رح نبدأ نعمل شوربة حب زي ما وعدتكم للغلابة والمبتعثين والوحدانية. طريقة سهلة جدا. شوربة الحب شوربة سهلة جدا وبسيطة جدا ومكوناتها محدودة جدا. الناس تعقدها كثير لكن هي سهلة جدا ببساطة جدا. شوربة الحب هي عبارة عن لحمة معها عظم وحب أو شوفان. باقي الأشياء والمكونات كلها لإضافة نكهة. ممكن نستغني عن جزء كبير منها وممكن البقية تكون متوفرة أصلا في كل بيت. ممكن نستخدم أي نوع حب أسمر مكسور أو مطحون. ممكن نستخدم الأسترالي الأبيض كامل ونضيف له شوفان. ممكن نستغني عن الحب. أنا أرشح وأفضل للشباب المبتعثين وللشابات المبتعثات والعزوبية والغلابة والمساكين أن يستخدموا شوفان فقط. اللحم البقري مناسب جدا لعمل شوربة الحب. الناس معتادين عندنا اللحم الغنم لكن اللحم البقري يناسب، خاصة اللحم القاسي منه. هذه قطعة لحم من ساق البقرة، طبعا معها العظمة ومعها المرو. المرو هو المخ اللي داخل العظم، مهم جدا في تكوين نكهة جيدة للشوربة. من المهم جدا أن نعرف كيف نستخدم اللحم المناسب في الطبخة المناسبة. هذه لحمة الساق قاسية دائما، فلذلك استخدموها في الستو وفي السوبس. أهم شيء في الموضوع أنها لحمة فاخرة وجيدة لو انطبخت بطريقة صحيحة. سعرها دولارين للباوند، رخيصة جدا. الخضار اللي نحتاجها هي بصل مقطع تقطيع صغير جدا، حبة ثوم وطماطم. أنا هنا أحب أستخدم الطماطم والعلب لأنه راح يطبخ لوقت طويل ما تفرق. خلطة البهارات للشربة، أنواع كثيرة من البهارات فيها ولازم نجيبها من العطار، كلها دي كلام فاضي. في مطبخ المبتعث أو المغترب نحتاج فقط 6 أنواع من البهارات، 3 منها تكون كاملة و3 مطحونة. بهارات صحيحة كاملة توضع مع اللحمة دائما في الطبخ، في الكبسة، في الشربة، في أي شيء. القرفة والقرنفل والهيل. القرفة هي السينمون، والقرنفل هو الكلوفز، والهيل هو الكاردموم. 3 بهارات نحتاجها مطحونة هي الكزبرة والكمون والفلفل الأسود. الكزبرة الناشفة هي الكوريندر، والكمون هو الكمن، والفلفل الأسود هو البلاك بيبر. باقي البهارات كلها يمكن الاستغناء عنها برضو لتطلع شربة جيدة. أعطيكم مثال، الشيبة مكون أساسي لشوربة الحب لكنه غير موجود، صعب الوصول له. لكن في نفس الوقت باقي المكونات هذه كلها ممكن الاستغناء عنها وبرضو رح نحصل على شوربة لذيذة قريبة من الطعم الأساسي. فهذا ورق غار، خولنجان للي موجود عنده، لومي وشيبة. الشيبة مثال جيد جدا. الشيبة بتعطي نكهة مميزة جدا وأساسية في شوربة الحب، لكن لو استغنينا عنها رح تطلع شوربة برضو لذيذة. بالمناسبة الشيبة هي عبارة عن بكتيريا أو فطريات تطفو على سطح نوع من البحيرات وتستخدم كبهار في المطبخ الصيني. وبالمناسبة أيضا الشيبة موجودة في كتير جدا من البقالات الصينية إذا ما كانت كلها، هي مكون أساسي وبهار أساسي في المطبخ الصيني. إذا 3 بهارات صحيحة يجب أن تكون في مطبخ المبتعث أو الغلبان العزوبي، قرفة وقرنفل وهيل، وتوضع مع اللحمة من البداية. 3 بهارات مطحونة يجب أن تكون في مطبخ المبتعث، الكزبرة والكمون والفلفل الأسود، وهذه توضع مع الرز أو بعد ما يستوي اللحم. هستخدم في عمل الشوربة وتسوية أي لحم قدر الضغط، وأنا عارف أن كل المبتعثين عندهم ضغط، أحيانا ما يكون عنده سرير في البيت لكن عنده قدر ضغط. واللي ما عنده قدر ضغط ممكن يستخدم أي قدر، هي مسألة وقت لا أقل ولا أكثر. نبدأ في عمل الشوربة، وأول شيء دائما نعمله نحمر البصل. أنا بستخدم هنا زيت أفوكادو لأنه زيت صحي وممتاز جدا. ممكن تستخدم الزيت الموجود في البيت وممكن تستخدم الزبدة برضو تدي نكهة جيدة. فأول ما يسخن الزيت حط البصل. لازم تسمع التش هذي. سويتنج البصل أو تحمير البصل فن كبير. في 3 درجات من النكهة. الدرجة الأولى أو 4 درجات حتى. الدرجة الأولى طبعا هو ني. الدرجة الثانية تكون وسط بين التحمير وبين يكون كأنه مسلوق. الدرجة الثالثة هو محمر. الدرجة الرابعة هو مخمر. شايفين هذه المرحلة اللي فيها نصه محمر ونصه لسه عني؟ هذا هو اللي دائما أنا أوصل له، أحب أوصل له، طلع أكثر من نكهة لذيذة في الأكل. الثوم دائما يأخذ نص وقت استواء البصل، فنضيف الثوم في نص الفترة دائما. مع إضافة الثوم نضيف قطعة اللحمة، نبدأ نحمرها من كل الجهات الممكنة. نبدأ بالجهة اللي فيها عظم أكثر، نشوح اللحمة من أكثر من جهة ونطلع منها طعم اللحمة المقمر هذا، فنضيف نكهة جيدة في السوق. بعدين نضيف الموية، نبدأ نحط البهارات الصلبة في كيس شاش إذا كان موجود عندنا أو نرميها في وسط اللحم إذا ما كان موجود. معها أيضا الشيبة إذا كانت توفر عندنا. نحط كيس البهارات في القدر، نحط اللومي لو عندنا خولنجان نحطه، لو ما في مو ضروري، لو في ورق غار برضو نحطه لو ما في مو ضروري. لو كنا راح نسوي شوربة الحب بالحب نحط الحب مع اللحم، لو كنا بالشوفان لا نستنى لحد ما يستوي اللحم. اذا نضيف الحب كمان، نغلق المويه. طبعا انتبهوا في خط زي اللي هناك شايفينه، ما نزيد عنه المويه ابدا.
دائما لازم ناخد في الاعتبار ان الطبخ في قدر الضغط هو الطبخ بالستيم او بضغط المويه وادخالها داخل الجزيئات وليس بالسلق، لذلك مو مهم تغطيه كل اللحم بالمويه ابدا، مو مهم. نغطي القدر، نغطى قدر الضغط ونقفله ونحسب 40 دقيقه. حالة استثنائية أنا راح أستخدم الكزبرة والكمون في فلوس كاملة عشان لا يطلع منها لون، لكن لو كانت مطحونة ما في مشكلة. السبب إن أنا ما نحط هذه الأشياء مع اللحم لأنها تطلع لون كثير فتغمق المرقة، وفي نفس الوقت ممكن تمرر. نفس الشيء للطماطم، لو جلست تطبخ كثير حتسود، فأنا أبغاها تكون لونها بينك ولون الحب أبيض واضح. الشوفان عكس الحب، الحب يأخذ وقت طويل زي اللحمة عشان يستوي، الشوفان لا يأخذ وقت قصير وبعد كده ينهري، فلازم نخليه بعد ما تستوي اللحمة. أيضاً لازم نأخذ بالنا الحب، ممكن نضيف كاسة مثلاً في هذه الكمية، أنا اللي أضفته نص كاسة تقريباً أو 3 ملاعق 4 ملاعق. الشوفان خطير، الشوفان يعرفون الناس اللي يعملوا الأوت ميل في الفطور، ينفش ويتقل الشربة بشكل سريع جداً. الكمية حقتي 2 ملاعق تكفي بزيادة، بالكثير 3 ملاعق راح تكون تقيلة الكونسيستنسي حقت الشربة حقتي. جهزت البهارات الباقية حقتي في كيس شاش برضو، وباقي الأوت والطماطم. 90% من الطبخة انتهت، شايفين قديش الشربة طبخة سهلة. تكنيك الطبخ في قدر الضغط هو أننا نحطه على نار عالية في البداية لحد ما تكفل الصفيرة، بعدين نرخي النار على الهادي جدا. شايفين كيف؟ ننتظر لحد ما يكفل، كفل فورا بعدها نهدي النار للمينيموم. اللي حصل انه بمجرد ما قفل الصمام وصل درجة الضغط جوا ل 15 او 16 PSI، هذه هي درجة الطبخ المطلوبة. استمرار في استخدام نار عالية حيخلي البخار يطلع، فالصمام حيفتح ويطلع البخار. الآن هو بيطبخ بطريقة صحيحة 100%. إذن الشاطر يكمل الطبخة كلها من غير ما يشوف أي بخار طالع، ولا تش 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 ولا تس ولا أي حاجة. الآن نجي للمرحلة الأخيرة وهي إضافة باقي المكونات، وزن الملح، نفس اللحمة من فوق العظمة نفسها، نخليها ونطلع العظمة الكبيرة دي. فين المر؟ كله داب. هذا شكل اللحمة وهي مستوية. طبعا في الآخر هنا دائما في هذه الجيجلي فات، ممكن حنخلص منها، يسموها البهاريز كمان. يفضل عندي المرقة كده نظيفة فيها قطع اللحم، أنا جالس أفككها قطعها أوساط صغيرة. وهذا شكل القمح أو الحب وهو مستوي داخل الشوربة. الآن المرحلة الأخيرة، أضيف باقي البهارات، أضيف الشوفان وأضيف صلصة الطماطم. أقلب كل حاجة وأخليها تتسبك على بعضها. طبعا أهل المدينة ما يحطوا صلصة الطماطم، يخلوها بيضة تصير مدينية من غير طماطم، وبالطماطم تصير مكاوية أو حجازية أو جداوية. أبغاكم تشوفوا اللون والشكل، طبعا بمجرد إضافة الحب الباقي أو الشوفان صار شكلها شوربة حب كاملة، لونها جميل. شايفين كيف؟ هذا الشكل النهائي، ولا أضفنا دقيق ولا شيء، الشوفان هو يسبك أو يتقلها كفاية. حبيت إني أزود كمية اللحمة في الشوربة، ممكن أجيب اللحمة المفرومة حقتي من أمس وأسوي منها كور صغيرة أضيفها في الشوربة. هذه الحركة أنا أستخدمها تريك عشان أزود كمية بيها، أزود كمية البروتين في الشوربة وأقلل كمية الكربوهيدرات. أعشق هذه الفكرة في أي شوربة ممكن تعملوها. طبعا هذه الكتل من اللحم المفرومه ما تحتاج لوقت قصير جدا، دقائق معدوده وتستوي. درجه الحراره هنا اعلى من درجه حراره التسويه ل 165، فراح تستوي بسهوله. بهذا الشكل الشوربه جاهزه، البهارات كلها معزوله، ممكن بسهوله نتحكم فيها، مع الشوربه خالصه قطع لحم لذيذه بهذا الشكل. الشوفان طبعا هو اي اوت موجود في السوق يقضي الغرض، سواء كان كويكر او غيره. في الاخر جدا نخرط شويه بقدونس ونضيف الملح، نقلب الشوربه